ليست قصة دفعتها الصدفة، ولم تكن بالنسبة له ضربة حظ. في بلاد الساموراي تقلد الذهب ورفع علم البلد. هو الإنجاز الذي عجز عنه كثيرون، فكيف الحال إن كانت الظروف غير اعتيادية؟ عمر قراد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، نال الميدالية الذهبية في الدورة البارالمبية 2021 التي أقيمت في العاصمة اليابانية. عمر وإن كان من الأشخاص ذوي الإعاقة، يحق له في أي وقت أن يستثمر لقباً كان طوكيو معقله وأصبح الأردن موطنه. البطل الأردني العالمي وصاحب الإنجاز التاريخي تشتبك في ذاكرته ساعة وقوفه عند منجزه أفكار كثيرة على الصعيد الرياضي والحياتي، وما لهما من ارتباط بواقع كل من يشاركه الحال ويعيش الظروف ذاتها، ظروف تتلخص أبرز الأوجه لها بالحث على توفير التهيئة البيئية وحق الوصول للكثير من المواقع التي تزيد فيها الصعوبات أكثر من رفع الأثقال وما يحتاج للقوة. ما بقدر أنزل مثلاً لو كنت طالع بسيارتي أو كنت طالع بتاكسي أو كنت طالع في باص، ما رح أقدر أنزل أوصل المكان اللي أنا بدي أروح عليه، رح أضطر إنه أطلب مساعدة من الناس إنه يا يطلعوني يا يشتروا لي حاجتي. هلا في أماكن ممكن يعني أتهيأ إنه أدخله، بس ما أقدر إنه أكمل بموضوع الأدراج. على مسار الأمل تمضي قصة عمر كواحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، قصة وما فيها من تحديات طويلة تجعلنا نقف أمام بطل كتب اسمه بحروف من ذهب. لنجمع تلك الحروف ونؤكد أنهم منا ونحن منهم، وأن الواجب علينا دعمهم وتسهيل طرقهم وممراتهم الآمنة. جوانب تذليل الصعوبات أمام ذوي الإعاقة على اختلاف وجهاتهم يتطلع لها بأن ترتسم في شتى المواقع، على صعيد تصميم الأبنية والطرق ووسائل النقل والأماكن العامة، وأن تكون أولوية كما نصت عليها المادة الثالثة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادق عليها الأردن في العام 2008. تعدد القصص واختلاف التجارب تبقى ضمن نطاق سردية كاملة تفاصيلها كامنة تعيشها جيهان السويطي. جيهان تدفع في كل يوم صوب تعزيز حقوق فئة مجتمعية مهمة، وأن يبقى هذا الأمر في الطليعة. إحنا بهمنا إنه يتم تنفيذ هاي القوانين، ما تضل مثلاً يعني يحبر على ورق أو إنه ما تأثر على حياتنا اليومية، لا، إحنا بدنا أهم إشي مطلب إلنا إنه تتفعل ويكون في متابعة لتفعيلها كمان بنفس الوقت. تفاوت الأرقام تجاه أعداد وأنواع الإعاقة على اختلافها لا يلغي واقعاً راهناً وسط محاولات لتذليلها من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا بالمجلس قمنا بعدة خطوات. أول إشي بالنسبة للمباني الجديدة تم تفويض الدفاع المدني لتطبيق كودة البناء الخاص لأشخاص ذوي الإعاقة وأصبحت ملزمة لكافة المباني الجديدة. بالنسبة للمباني القديمة تم وضع خطة عشرية، خلال 10 سنوات لازم يكون جزء من هذه المباني، جزء كبير طبعا، مهيئ للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل. هذا بتطلب منا كمجلس عمل زيارات ميدانية لكثير من مؤسسات الدولة لتقديم الدعم الفني لتهيئتها. من بداية العام حتى الآن تم زيارة ما يزيد على 165 مؤسسة تم تقديم الدعم الفني لتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة. وبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة عالمياً والبالغ 15% من سكان العالم والأعداد في الأردن التي تزيد عن 11%، من مجمل أعداد السكان تصل بينهم أعداد الإعاقة الحركية إلى قرابة 5% وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015. في أحيان كثيرة قد تختزل النقطة الفاصلة بين لحظة فرح ولحظة خذلان بالنسبة لذوي الإعاقة بأبسط الأمور، مع التفكير بهم وبحجم ما يحتاجون بشكل أكبر بكونهم جزء لا يتجزأ من فسيفساء المجتمع الواحد. عبيد ضمور، المملكة، عمان.